مدينة دينا جغربا التي تقع على الشريط الحدودي مع دولة السودان ذات موقع استراتيجي جعلها تنشط فيها التجارة بصورة جيدة، لذا جاء إصلاح الطرق وهدم المنازل التي بنيت بطريقة عشوائية. في هذا الإطار تحدث مندوب وزارة إدارة استصلاح الأراضي والتمدن والسكن بإقليم وادي فراء عبد الكريم إدريس ألانغا، قال أن الحكومة أمهلت السكان أكثر من 3 سنوات. الشاردة هي التلمية، بدون شاري ده تلمية ما في، كهرباء كله ما في، سيكوريتي كله ما في، المية كله ما يقدر يلقو، الشعب ده يكون داخل ده شيء تعبانين في لونجو، عشان ده شاري ده شغل أدل لهم. وأن فعالية الانطلاقة الرسمية لحدم المنازل وإصلاح الطرق جاءت بحضور حاكم إقليم وادي فراء اللواغ أوتيل فرانسا تاتيكو، وذلك بهدف تقديم أفضل الخدمات للمواطنين. وهذه الحملة تدخل ضمن الخطة الاستراتيجية التي وضعتها السلطات العليا بالبلاد. اليوم سجينا في تشيني ندور المرقوع الشواري، وأي شيء الحكومة يدور يسويهني اليوم بدينا كان المرقوع الشواري نكسر في الشواري، يعني الشعب نتيني شاب أديرين وفهموا مساج هجينا نادي مسوى مشكلة ما فيها سكان كسر الشوارع اللي بدينا. وأن حملة حدم المنازل التي بنيت بطريقة عشوائية تستمر كافة مدينة تينه جغربة.